لا تزال جثث كل من ملك القصاص التي ماتت وعمرها 3 أعوام وامرأتين من جيرانها تحت ركام بيت منهار في حي الكلاسة بحلب بعد مرور أكثر من 2 عامين على استعادة قوات النظام السوري السيطرة على المنطقة. ويعيش عمر جد ملك وخالها محمود في البيت المواجه لكوم الركام، وعندما يقف الاثنان في الشرفة يريان المبنى المنهار الذي أصبح قبرا لها. حددنا موقع وحل البيت واشتغل الحفر. 3 بلاطات فوق بعضهم، 3 سقوفة كانوا نازلين فوق بعضهم، حفرناهم كلهم بإيدينا، يعني بالكبريسة بالأزمات بالمطرقة والزميل، سياق الحديد ونصهم عن طريق مقص الحديد لحتى بلشنا نطالع. ويشير عدم قيام أجهزة النظام السوري بانتشال الجثث من الركام في شرق حلب إلى الآفاق القاتمة في منطقة خضعت مثل مناطق كثيرة في سوريا لسيطرة الفصائل المسلحة طوال جانب كبير من الصراع الذي بدأ قبل 8 أعوام في البلاد. وقد اتهمت الفصائل رئيس النظام السوري بحجب الخدمات عن المناطق التي تفجرت فيها الانتفاضة على حكمه لمعاقبة سكانها. وفي حي الكلاسة الذي استعادته قوات النظام في أواخر 2016 لا توجد مظاهر عملية إعادة إعمار منظمة في المناطق السكنية. وفي الكلاسة لا يوجد دلائل تذكر على جهد من قبل النظام لتحسين الأوضاع، ولا تتوفر في حي الكلاسة إمدادات الكهرباء، ولا زال عم نعاني هلأ منها كهرباء ضرورية للحارة للبلد كله. يعني الكهرباء مأساة، لا محل عمال بيشتغل، لا ورش عم تشتغل، يعني مأساة، لا صناعة فيها هون المنطقة، يعني حتى المحلات عم تعاني، يعني هاي الأمبيرات اللي حطونا إياها. وتقول قوات النظام إن السبب في بطء التعافي والأزمات والمصاعب هو الحرب والعقوبات الغربية، وإنها تعمل على إعادة الخدمات الطبيعية لكل المناطق دون تفضيل منطقة على أخرى. وتوزع جمعيات خيرية صناديق مساعدات غذائية على حشود تنتظر خلف حواجز من السلاسل. وتوجد طوابير للخبز أيضا، ففي مخبز بحي الكلاسة اضطر الناس للانتظار أكثر من 1/2 ساعة للحصول على بعض أرغفة الخبز. وعلى غرار مناطق أخرى من سوريا يتسبب نقص الوقود في ظهور طوابير طويلة عند محطات البنزين، كما يعتمد الناس على إشعال الخشب للتدفئة.